رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 22 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. أيها الإخوة، في دراسة أجرتها إحدى المجلات استبيانية عن أهم 5 مشاكل في المجتمع الأمريكي، استقرأوا آراء الناس في هذه المسألة في أمريكا، فخرجوا بالنتائج التالية. قالوا إن أهم مشكلة عندهم الجريمة والعنف. المشكلة رقم 2 هي الانهيار الأسري وتدهور العلاقات الاجتماعية. المشكلة رقم 3 هي الإيدز. والمشكلة رقم 4 هي تلوث البيئة. والمشكلة رقم 5 هي التمييز العنصري. الشاهد أن مجتمعاً متقدماً مادياً، متقدماً تقنياً، متقدماً علمياً، لكنه يعاني من انهيار الأسرة، وجعلوها المشكلة رقم 2 عندهم. هذا ما قاله جمهورهم. لذلك أنشأوا كليات وجامعات تعتني بالأسرة. ما قيمة الحياة إن كان فيها مال، وإن كان فيها اقتصاد، وإن كان فيها نفط، وإن كانت فيها طائرات وتسلح، لكن لا يوجد إنسان؟ في ألمانيا هناك وزارة تسمى وزارة العائلات. وزارة العائلات تجاري وزارة النفط وتساير وزارة الخارجية وتماشي وزارة الداخلية. إن الإنسان هو أهم ما يسعى لتهيئته وتربيته وإعداده، والأسرة هي التي تعد هذا الإنسان النبيل الجيد. لذلك أيها الإخوة، نحن مدعوون جميعاً للمحافظة على أسرنا، لإنشاء أسر جديدة، وللمحافظة على الأسر الموجودة بيننا. لذلك كانت هذه الدورة في مساعدة للشباب في زواجهم، وفي تمكين للشباب والفتيات المتزوجين والمتزوجات في الثبوت على هذه القاعدة، قاعدة الأسرة. عنوان حلقة اليوم: كيف تؤثر في قلوب الناس القريبين منك؟ كيف تؤثر في قلب زوجتك؟ كيف تؤثرين في قلب زوجك؟ وإن كانت هذه الحلقة تتحدث عن الأزواج، وهذه الدورة معنية بالزوجات والأزواج، لكنها في الحق تفيد كل إنسان وكل فتاة في مجتمعها، وفي مكان عمله، وفي مكان دراستها، وبين أسرتها، بين الأبوين. كيف تؤثر في قلوب القريبين منك؟ تحدثنا في الحلقة الماضية عن 5 نقاط تستطيع أن تؤثر في قلوب القريبين منك، واليوم نتابع في 5 نقاط أخرى. كنا تحدثنا عن تقوى الله تعالى، وعن الابتسامة، وعن الهدية، وعن حسن الاستماع،
وعن البدء بالسلام. اليوم رقم 6 بذل المعروف وقضاء الحوائج. الإنسان عبد الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. إنك تستطيع أن تملك قلب إنسان يقف مقابلك إذا أحسنت إليه، إذا قضيت حاجة من حاجاته، إذا بذلت له معروفا. مهما استطعت أيها الزوج أن تقضي حاجات زوجتك فأنت مالك لقلبها، ومهما استطعت أيتها الزوجة أن تملكي أو أن تقضي حاجات زوجك فأنت ملكة ومالكة لقلبه ولكل مشاعره، لأن الإنسان فطر على حب من أحسن إليه، وفطرة الإنسان السوية تدعوه إلى أن يقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولعلك تبذل معروفا مرارا وتكرارا ولا تجد نتيجة في الأرض، لكن اعلم يقينا أنك لن تعدم أجر هذا المعروف إن في الدنيا وإن في الآخرة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت. أخبرت مرة بأن شابا أنشأ بيته وهو من أسرة فقيرة، بنى دارا بسيطة مع رتبته الجامعية العالية، كان يذهب ليعمل مع العمال داخل هذه الدار ليتمم إنشاءها وبناءها. كانت الدار قد اشتراها قديمة تحتاج إلى ترميمات وإصلاحات، رممها وأصلحها مع العمال الذين كانوا يقفون معه، ثم إنه بنى غرفة إضافية أيضا في الطابق الثاني في هذه الدار. وحدث أن عرسه كان في شهر تشرين، وفي ذلك العام لم يسبق أن ينزل مطر قبل يوم عرسه. في ليلة العرس بالضبط كانت أول مطر تنزل على مدينته، ونزلت مطر شديدة. حدثني فقال إنه لما انتهى من حفلة العرس مضى مع زوجته باتجاه داره وهو مسرور وفرح، ولما باتا في ليلتهما وكانت زوجته من الصالحات ومن الخيرات النبيلات، لما باتا ليلتهما واستيقظا في الصباح قال لي فوجئت بأن الماء كان قد نزل إلى صحن الدار ثم تسلل إلى داخل الغرفة الخاصة، وكان هناك سجادة في هذه الغرفة. قال استيقظت وإذا بالماء داخل غرفة النوم الخاصة. يقول لي اضطربت اضطرابا شديدا، كيف يحدث هذا الأمر؟ هذه عروس وهذه أول ليلة يدخل الماء إلى داخل الغرفة الخاصة، المنظر ليس مرضيا. قال أصبت بإحراج شديد ورحت أدخل وأخرج أدخل وأخرج لا أدري ماذا أفعل أمام هذه العروس الصالحة. لاحظت هذه الزوجة أن زوجها اضطرب من أمر ما، نظرت فرأت ما رأى، أدركت أنه في حيرة شديدة وفي خجل منها. قالت له وببساطة، قالت لماذا أنت مضطرب؟ لأن الماء دخل إلى غرفتنا الخاصة. لا بأس، الآن بعد حين بعد قليل تقف المطر، أحمل أنا وأنت السجادة ونضعها على السطح حتى تذهب عنها المياه وتجف مياهها وتنشف هذه السجادة، ثم أعيدها إلى الغرفة وينتهي الأمر. يقول لي لقد شعرت كأن ماء باردا سكب علي من وراء هذا القول الخير لهذه الفتاة. لقد كانت تستطيع أن تبكي وأن تتصل بأمها وأن تقول يا أمي تعي شوفي حظي قديش معتر، من أول ليلة بلشت الجأجأة، يا أمي أنا بعرف من وقت ما ولدتيني أنا حظي أسود، هيك بيصير معي. وكانت تستطيع أن تنغص حياتها وحياة زوجها بمثل هذا الموقف، لكنها رأت أن تبذل معروفا، رأت أن هذا أمر يقع في كل دار وفي كل بيت، وما عليه إذا دخلت المياه إلى داركم، الأمر سهل. قال لي وبالفعل بعد أن توقفت الأمطار قامت معي لتحمل السجادة، قامت مع زوجها لتحمل هذه السجادة لتضعها في الشمس. أيها الإخوة،
إن الحياة العملية هي التي ترينا الإنسان النبيل والمرأة النبيلة، وليس الأمر غناء يغنى أو موسيقى تعزف أو كلمات توزن على أوزان الحب والعشق والهيام والغرام، لكن حقيقة الحياة هي التي تريك الإنسان الجيد والمرأة الجيدة. إنك تستطيع أن تؤثر في قلوب الناس. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة 22 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، والحلقة متابعة في موضوع كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. تحدثنا قبل الفاصل عن النقطة السادسة، وهي بذل المعروف وقضاء الحوائج. الآن النقطة السابعة: حسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة. العين أول ما تلتقي بإنسان تستطيع أن تقرأ شيئاً منه، وكم من مرة أنت نظرت إلى إنسان فمنظره دعاك إلى حبه، أو منظره دعاك إلى قبوله في قلبك، وكم من مرة نظرت إلى إنسان من أول مرة وقلت: يا أخي والله أنا شعرت بضيق عندما نظرت إلى هذا الإنسان. ومظهر الإنسان ولباسه وريحه لها أثر في هذا الأمر. والآن أيها الإخوة، في العالم، في الطب، يدخل أحياناً مريض إلى عيادة الطبيب، وبينما هو داخل يقول له الطبيب من النظرة الأولى، يقول: كأن عندك فقر دم، أرجو منك أن تحلل. كيف عرف الطبيب؟ هناك مظاهر في الوجه، نقاط في الوجه تقول شيئاً. أحياناً ينظر طبيب إلى مريض يقول: هذا الإصفرار في وجهك ينبئ عن شيء. أنت أحياناً تنظر إلى إنسان تشاهد سواداً تحت عينيه تقول: يبدو أنك مرهق اليوم. العين والمنظر له أثر، واللباس له أثر. أنت أحياناً من لباس إنسان تنظر إلى ما في داخله، لأن اللباس يشكل انعكاساً عما في داخل الإنسان، سواء في الألوان أو في شكل اللباس. وبعض الأخوات الكريمات هن صالحات ومنضبطات بالشريعة بكل شؤونها، بصلاة وصوم وإحسان إلى زوج ورعاية أب ورعاية أم ورعاية أطفال وانضباط خلقي عال، لكنهن يمتنعن عن وضع الحجاب. تسأل إحداهن: لما؟ تقول: يا أخي هذا قطعة قماش، أبقي الدين بهذه القطعة؟ نقول: لا، الدين لم يبقى بهذه القطعة، الدين ما أنت عليه من صوم وصلاة وبر بالوالدين وانضباط بالأخلاق، لكن قطعة القماش هذه كالعلم الذي يرفع في المعركة دليلاً على انتصار دولة، أو كالعلم الذي يسقط في معركة دليل على سقوط دولة. هذا العلم بيرق، هذا العلم شعار ينبيك ماذا يوجد في هذه الدولة. الحجاب الذي على رأسك شعار ينبئ الناس حولك من أنت وإلى أي جهة أنت تنتمين. الحجاب ليس كل شيء في الإسلام، لكنه شيء مهم في الإسلام. الشاهد في كلامنا أن النظر، أن اللباس، أن المظهر، أن الريح، الرائحة الطيبة تؤثر في الآخرين، والعكس: الرائحة السيئة واللباس المتسخ واللباس غير المتزن أيضاً يؤثر في الآخرين. وأنت أيتها المرأة تستطيعين أن تكسبي قلب زوجك بثوبك الحسن، بمظهرك الحسن، بتجميل وجهك، بتعطير بدنك، لأن الزوج يحب أن يرى هذا في زوجته، خاصة في هذه الأيام عندما ازدادت الفتن وراحت النساء تخرج إلى الشوارع كاسيات عاريات، وترى طالبة في الجامعة وهي ذاهبة إلى جامعتها كأنها ذاهبة إلى حفلة عرس وتعجب. ومرة في إحدى كليات الطب رسم الطلاب كاريكاتير بأن طالبة أشارت في لوحة الكاريكاتير إلى سائق تاكسي لتقف السيارة وتركب هذه الطالبة مع سائق التاكسي، وقالت له: إلى الجامعة. لكن سائق التاكسي من مظهرها ظن أنها ذاهبة إلى حفلة العرس، ففي الفعل أخذها وأوقف سيارته أمام صالة أفراح.
النساء الآن بعضهن في الشوارع يتزين كأنهن ذاهبات إلى حفلة عرس، ترى الموظفة تنزل إلى وظيفتها لكنها قبل نزولها تقف ساعة على المرآة. لمن تفعلين هذه الفعلة؟ لزوجك؟ إن كان لزوجك فزوجك في البيت، أم أنك تريدين للناس في الشارع؟ نحن نخاف عليك أن يؤذيك ذئب من الذئاب فلا تستطيعين أن تقفي قبالة هذا الذئب. على كل الأحوال مطلوب من المرأة أن تعتني بمظهرها وأن تعتني بريحها لزوجها، وكذلك الزوج يعتني بمظهره ويعتني بريحه لزوجته. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كأن الشمس تجري في وجهه، ويقول جابر بن سمرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فرحت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحلى من القمر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحلى من القمر لأنه كان يتجمل وكان يتزين وكان يراعي شأنه. وتسأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يومه إذا دخل إلى داره، أو بأي شيء يبدأ دخوله إلى داره؟ قالت كان يبدأ بالسواك. ومرة تقول عائشة يقول ناعته، يعني لو أنك نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جمال نبوة وجمال نظافة وجمال عناية بالمظهر وباللباس. يقول أنس ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هند في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيده كأنه جيد دمية في صفاء الفضة، لو نظرت إلى رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت رقبة تبرق من النظافة والجمال كأنها الفضة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره وشكله حتى أحبه الناس عامة وأحبته أزواجه خاصة. الأمر السابع في حسن في كيف تؤثر في قلوب الذين هم قريبين منك حسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة. الأمر الثامن في كيف تؤثر في قلوب الناس الذين هم قريبون منك إحسان الظن والاعتذار عند الخطأ. عدد من الرجال يسيء الظن بزوجته، تراه كلما خرج إلى العمل بين ساعة وساعة يتصل بداره ليقول لزوجته أين أنت؟ كان الهاتف مشغولا، مع من كنت تتكلمين؟ لقد راقبت الهاتف لمدة 10 دقائق، هل الحديث مع أمك يستوجب هذا الشيء؟ تشعر الزوجة بسوء ظن زوجها نحوها، هذا أمر يجعل في قلب هذه الزوجة نفرة ويجعل فيه ضيقا. وأحيانا بالعكس المرأة هي التي تسيء الظن بزوجها، تقول له لماذا ترتدي هذه الثياب؟ أين أنت ذاهب؟ أريد أن أشم ريحك، ما هذه الشعرة التي على ثوبك؟ هل اقتربت منك فتاة من الفتيات؟ يا أختي أنت التي اخترت هذا الزوج من بين ملايين الرجال، ولا شك أنك اخترت زوجا تثقين به، وأنت أيها الزوج الذي اخترت هذه الفتاة من بين ملايين النساء لا شك أنك اخترت زوجة عفيفة طاهرة. فسوء الظن أحيانا يردي ويهدم العلاقة داخل البيت. ثم إذا أخطأت فلا تخجل أن تقول أنا أخطأت وأنا أعتذر، والقوي هو الذي يعتذر والضعيف هو الذي يبقى مصرا على خطئه. وقد قال العلماء إن الخطأ أكبر معلم للإنسانية، وقالوا إنك تتعلم من الخطأ أكثر مما تتعلم من الصواب، وقالوا إذا وجدت إنسانا يقول إنه لا يخطئ فاعلم إنه لا يصيب، فاعلم أنه لا يصيب، الإنسان خطأ، وما عليه إذا أخطأت مع زوجتي أن أقول لها إني أعتذر إليك لإساءتي التي أسأتها البارحة، وما عليه إذا أخطأت أنت مع زوجك
أن تأتي إليه فتتوددي إليه وتقولي: لا تؤاخذني، لقد أخطأت، وهذه زلة ولن أعود إليها إن شاء الله، فأعني على هذا الأمر. تحل مشاكل كبيرة أحياناً بكلمة اعتذار، وتزداد قرباً من زوجتك بكلمة اعتذار، ويزداد مكانتك عند زوجتك بكلمة اعتذار. وكذلك بالنسبة للمرأة، أما أن تبقى مصراً على خطائك ففي هذا نفرة في القلوب وجفاء وضيق وتفكك لعلاقتك مع أهل بيتك. النقطة قبل الأخيرة، كيف تؤثر في قلوب القريبين منك، وهي التاسعة: إعلان المحبة والمودة للآخرين. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. إذا أحببت زوجتك، ولا شك إنك فاعل، أعلمها بهذا الأمر: يا سيدي، وإن لم تكن تحبها قل لها إنك تحبها. هل هذا كذب؟ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في مواطن ثلاثة: في الإصلاح بين الناس، وبين يدي العدو إذا كان الرجل أسيراً، قال: وكذب الزوج على زوجته. المراد به الكذب الذي يزيد العلاقة الجيدة بين الزوجين، كأن يزيد الثناء عليها ومدح جمالها وإشعارها بهذا الحب. لا بأس، قل لها إنك تحبها، إنك تريدها، إنك تراها من أجمل النساء، وإن لم تكن هذه الزوجة من أجمل النساء، لكن هذا يزيد في قلبها حباً لك ورعاية لك. بعض الرجال يحبون أزواجهن لكنهم أو أزواجهم لكن لا يخبرونهم بهذا الأمر. يقول: يا أخي، المحبة في القلب. لا، الكلمة تعبر عما في قلبك، ونحن لا ندري بما في قلبك إلا إذا نطقت به. ولعل البعض يقول: الأفعال تنبيك. صحيح، الفعل ينبي، لكن الكلمة لها أثر. كلمة واحدة ترفع الضغط، وكلمة واحدة تخفض الضغط، ولا يوجد في الطب وإلى اليوم حبة ترفع الضغط أو تخفض الضغط في أعشار الثانية مثل الكلمة. أحياناً أحدنا يكون في راحة وفي سعة وفي هناء، يرن الهاتف، يجيب على الهاتف، يأتيه خبر سيء نسأل الله السلامة، تجده يسقط على الأرض. لا يوجد في الطب حبة إذا تناولتها خلال 10 ثانية تسقط على الأرض. وأحياناً أم مريضة ملقاة في السرير من أيام عديدة لا تستطيع حراكاً، إذا قيل لها: لقد قدم ابنك من السفر وها قد دخل البيت، تجدها تنتفض قائمة. لا يوجد حبة في الطب تستطيع أن ترفع هذه المرأة من سريرها لتقوم على قدميها، لكن هذه الكلمة: قدم ابنك من السفر، أقامتها من على سريرها واقفة. لا يوجد حبة في الطب تسقط إنساناً على الأرض، لكن خبراً سيئاً يتلقاه عبر هاتفين يسقطه أرضاً. الكلمة لها أثر كبير في الحالة النفسية للإنسان. آخر فقرة، وهي الفقرة العاشرة، كيف تؤثر في قلوب القريبين منك؟ المدارات. المدارات أن تتقبل الناس على ما هم عليه، وأن ترضى بهم، وأن تعيش وتتعايش معهم. داري زوجتك يا أخي، وقد قالوا: المدارات نصف العقل. إذا أردت أن ترى إنساناً هل هو عاقل أو أحمق، انظر: هل يستطيع أن يداري من حوله؟ هل يداري أصحابه؟ هل يداري زوجته؟ هل يداري أولاده؟ أو أنه يزبد ويرعد ويغضب ويزمجر ويصرخ ويتصارع ويتقاتل؟ إذا وجدت إنساناً منعزلاً فريداً لا يستطيع أن يتوائم مع من حوله، فاعلم بأنه قليل العقل، لا يستطيع المدارات. أما إذا رأيت زوجاً يستطيع أن يداري زوجته، فاعلم بأنه عاقل. إذا رأيت زوجة تستطيع أن تداري زوجها على ما هو عليه، فاعلم بأنها نابهة. ويا أختي، لا تظني أن زوجك سيصير كما تريدين 100%، مستحيل. ويا أخي، لا تظن بأن زوجتك ستكون يوما من الأيام مثل ما تريد 100%، مستحيل. لكن أنت داري هذه الزوجة، وأنت داري هذا الزوج، حتى يسلم هذا المركب. ختاما، في قصة عن شيخ من شيوخ الشام قال: